جنر كان في رحلة مع مراته وبنته في الغابة، بس فجأة اختفوا، ويلاقيهم بس يلاقي الأم بتاكل بنتها، مش عارف ايه اللي حصل، ويلاقي عيون مراته متغيرة، يضربها بالنار بس لسه برضه حية، فيضربها تاني. أب لقى بيت مهجور في الغابة، فبيقترح على ابنه ألبن يقضي أجازته الصيفية هناك مع أصحابه، لأنه هشترى البيت. أهم حاجة خد بالك يا ابني من الغابة، لأن الطبيعة ممكن تنسيك الطريق. راحت إيدا ودعت صحابها كلهم، ماري وتوفي والجميلة لينيا، فرحانين لأنهم ما خرجوش مع بعض من فترة. يقابل الشباب صاحبهم سايمون، يركب مع ألبن ويعرفوا على صاحبه ماركوس، وشكلها هتبقى رحلة ممتعة. وصلوا للغابة وهيكملوا الطريق مشي عشان العربية ما تتأذيش. حضروا حاجتهم ويلاحظوا إن الطبيعة ميتة حواليهم، حتى مفيش حيوانات. وهم ماشيين يلاحظوا جنر اللي ظهر في الأول، باصص ليهم باستغراب ورعب ومعاه مسدس. يقول له سايمون في حاجة ويسيبهم ويمشي على طول. الأبواب مقفولة، وقلب نسي المفاتيح بتاعة البيت، هيحاول يكسر القفل. وياخد ماركوس ماري ويقول لها ما تيجي نعمل مقلب في قلبن. لقيت شباك مفتوح، ادخليه واستخبي وحاولي تخضيهم. تلاقي الدنيا ضلمة، تروح تولع شمعة وتلاقي باب القبر فيه نور فتفتحه، وتنزل تلاقي دنيا ضلمة جدا فتروح عليها. نجح قلب يفتح الباب، ولما تيجي لينيا تستكشف البيت تلاقي ماري في وشها، خوفتها بس حالتها متغيره. ويقول لهم ماركوس دي فكرتي انا. يروح لماري ويقول لها مالك، كان المفروض تخدي ألبن مش لينيا. تقول له انها تعبانه. يقول لها احنا جينا هنا للمتعه، ما ينفعش تتعبي دلوقتي. تقول له ما يقلقش عليها هتتحسن. ومش عارف ماركوس مالها. عملوا حفله وكلهم فرحانين لانهم اتجمعوا تاني اخيرا زي زمان، ما عدا ماري مش مركزه خالص، بتفتكر اللي شافته في القبو. شيطان غريب شكله وسوس ليها، وتقوم تدخل الحمام وحالتها بتسوء. تروح تاخد برشامة مهدئ وتلاقي فجأة عينها بقت حمراء اكنها مليانة دم. ويغمى عليها، تلاقيها توفي، ولكن عضتها بعد ما تحولت لشيطان. ويتصدم الكل لما يشوفوها وترش دمها على لينيا. ويجي سايمون يقعد يضرب فيها وينادي ألبن يجي يساعده. وتوفي اغمى عليها وتقول ايه ده لألبن انها تحتاج مستشفى. وعمالة ماري تقول لسايمون يموتها، وحالتها صعبة خالص، يربطوها. ويقول ألبن لاما هي اتصعرت بسبب مرض كلاب لاما المخدرات بقى. الباب يخبط، يروح ألبن يبص يلاقيه جنر. يقول له دخلني ابص على زميلتك. يرفض ألبن فيهدده بالسلاح جنر، ويدخل يقول لهم صاحبتكم ماتت وتحولت لشيطان ولازم تموتوها. من يومين كنت مع مراتي وبنتي، مراتي قتلت بنتي، وقريت عن أسطورة مخلوقات عايشة تحت الأرض، لو تخطيت أرضهم هيسيطروا عليك فلازم تهرب منهم، لو بصيت لعين واحد منهم هتخسر روحك فورا. وعشان أموت مراتي والشيطان اللي لبسها اضطريت أحرقها وبنتي قبل ما تموت. تقول إن كل ده حصل لما نزلوا قبو البيت ده، واللي حصل مع صاحبتكم نفس اللي حصل مع عيلتي، مفيش دكتور هيساعدكم، لازم نحرقها، ولو في حد منكم اتعرض لدمها او حتى اتعض او اتخدش منها هيتحول هو كمان، لان اللعنة بتنتشر بسرعة. يروح ماركوس يبص على اصابة توفي وللأسف ما فيهاش نبض، وفجأة تقوم تهجم عليه يضربها وتهرب بسرعة. قرر سايمون يهرب وياخد ايدا اخته معاه. يرفض ألبن ويقول الشرطة جاية دلوقتي ولازم نستنى. يرفض سايمون ويقول له ماركوس ما تاخدني معاك. يرفض لانه اتخدش من توفي. وتقرر لينيا تروح معاه لانها مش هتستحمل اكتر من كده، وطبعا سايمون الطيب مش عارف انها تعرضت لدم ماري. يروح سايمون ياخد سلاح من المخزن عشان لو الشيطان طلع لهم في الطريق يدافع عن نفسه. يروح جنر يحاول يصطاد الشيطان اللي لبس توفي. يضربها بالنار ويقعد يطعن فيها بالسكينة لانها عضته وقطع راسها، وبما انه تعض فاللعنة هتنتقل ليه، فمفيش حل قدامه غير انه يموت نفسه. سايمون بيطمن لينيا اللي تعبت في الطريق، بس يتخض لما يلاقي عينها بتتحول لاحمر واللعنة هتصيبها فيضربها. ومش عارف هيعمل ايه بالجثة بتاعتها. لما تبص ايه ده تلاقي ماري اختفت، ولما تقول لألبن تهجم عليهم ويموتها ماركوس في اخر الوقت. سايمون قرر يدفن جثة لينيا في الطين اعتقادا منه انه كده موتها للابد. وبعد ما ماركوس قتل ماري اتحول هو كمان وياخد سلاحه ويهرب ألبن وايدا بس يلحقهم.
يهجموا عليه ويقفلوا الباب. رجع سايمون البيت يحذر الباقيين وينقذ أخته إيدا. يسمعوا صوته ولكن يخافوا يفتحوا ليه لحسن يكون هو كمان ملبوس وتحول ويلاقي سايمون ماركوس في وشه. يوقعوا من الشباك ويلاقي لينيا بعد ما تحولت ويقول لها سامحيني، ولكن تهجم عليه برضو. ألبن لقى النط من الشباك صعب ومش هيعرفوا يخرجوا من هنا إلا لما يتخلصوا من ماركوس. يروح ياخد أي أسلحة قدامه ويلاقي طفاية حريق وسكينة ويروحوا يحاربوا شطان ماركوس، ومش هيعرفوا يستنوا الشرطة أكتر من كده. هينزل ألبن يحارب ويموت ماركوس، ولازم إيدا تحمي ظهره. يرن على تليفون ماركوس عشان يعرف من صوت الرنة هو فين ويلاقيه على الباب بره. يخرج له ويمسك له طفاية الحريق. ويخبطوا ويغمى عليه، بس تجيلهم لينيا وياخد ألبن السلاح. ويموتها ويصحى له ماركوس ويجروا منه بسرعة، وعمال يكسر عليهم الباب. وفجأة يقع ألبن من أرضية الأوضة اللي اتكسرت وإيده كمان اتكسرت. بصص له ماركوس، وبما إن الشيطان هينط عليه فيقرر يحط الكرسي مكانه قبل ما ينط عشان يقع عليه ويموت. بس لسه بيتحرك ويغمى على ألبن، ويجي سايمون بعد ما تحول يهجم على أخته إيدا. تحاول تهجم عليه بس تفشل وينقل ليها اللعنة بالدم. يصحى ألبن وكمان ماركوس، مش عارف ألبن يعمل ايه تاني عشان يموته، فيجيب مطرقة ويخلص عليه. اخيرا نجح يموت ماركوس اللي طلع عينه بجد، ويروح يدور ألبن على ايدا يلاقيها مليانة دم سايمون اللي قتلها. يهجم عليه، يهرب ألبن للمخزن ويلاقي سلاح يضرب سايمون، ولما ياخد باله ان دماغه انفجرت يغمى عليه وموت ألبن سايمون. يروح لإيدا ويحاول ينقذها بأي وسيلة، بس عينها بدأت تتحول. تهجم عليه ويهجم عليها، ونظرت شفقة بتقول له موتني وريحني. موتها وفاكر إن اللعبة خلصت، يلاقي باب القبو اتفتح لوحده وطلعت له الشيطانة الرئيسية اللي هي السبب في العدوى. يحاول ألبن ما يبصش في عينها عشان ما سيطرش عليه زي ما جنر قاله، ويحاول يموتها وهو مغمض عينه. يحدف التلاجة على رأسها وموتها زي ما موت حبيبته إيدا. يمشي من رحلة كان المفروض يستمتع بيها مع أصحابه، لقوا شيطانة ساكنة في القبو وسيطرت عليهم وخلتهم يقتلوا في بعض من أجل البقاء على قيد الحياة.